الطالبة مديحة ناصر المجايدة، عمري 20 سنة، طالبة مستوى ثاني في كلية الفنون الجميلة. أنا الطالبة زهراء محمد صليح، بدرس تربية فنية بقسم الفنون الجميلة بجامعة الأقصى. أنا الطالبة عبير عبد الباري الطلاع، درست 4 سنين بكلية الفنون الجميلة. التحقت بكلية الفنون الجميلة لأنه عندي موهبة الرسم. شفت انتقادات كتير من الناس بسبب التحاقي للكلية، لكن صممت على أنه ألتحق بالكلية. كان عندي من الصغر موهبة في الرسم وحب وشغف للفن، والتحقت بكلية الفنون الجميلة لأنمي هاي الموهبة أكتر وطورها أكتر. من خلال التحاق إلها كان عندي شغف مسبق أني أفوت الكلية، عندي موهبة رسم، الكل شجعني أفوت، والحمد لله تمت 4 سنين وطلعت بشغف عالي وإنتاجية عالية. دراستي بكلية الفنون الجميلة تعرفنا على كثير من المساقات، رسم، تصوير، تصميم، أشغال معادن، اشتغلنا بكل شيء. في أكثر من مادة أضافوا إلي رصيد كتير عالي، واللي هي مادة التصوير ومادة التصميم، وأهلتني إنه أنا أشتغل وأعتمد على نفسي من سنتين وبمجال تغليف الهدايا والمشغولات اليدوية والفنية. وخلال دراستي لمجال الفن انفتح قدامي آفاق كتيرة أني أشتغل في مجال الفن ومجال رسم الأشخاص، رسم البوردرهات. أكتر مساق أفادني وألهمني في الكلية مساق تصميم 2، لأنه تعلمت فيه كيف أصيغ الخطوط مع بعض، ومنه طلعت منه مشروعي الجديد، مشروع الصغير، وهو نقش الحناء، وهو عبارة عن تصاميم ورسومات تحولت لتكون نقش على البدن أو على الجسم. بنصح طلاب الثانوية العامة، أي حدا منكم عنده موهبة الرسم، حس إنه عنده موهبة وشغف للتصوير والفن، يلتحق بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى، جامعة الكل الفلسطينية. إحنا طالبات كلية الفنون الجميلة، علمتنا كليتنا نصنع الجمال بكل المجتمع.